أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عقب وصوله إلى السعودية عن سعادته بحضور القمتين الصينية العربية والصينية الخليجية مؤكدا تطلعه إلى العمل مع القادة على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جيد ويشارك الرئيس الصيني في ثلاث قمم عربية وخليجية بحضور أكثر من ثلاثين قائد دولة ومنظمة دولية بحضور أكثر من ثلاثين قائد دولة ومنظمة دولية يشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ في ثلاث قمم عربية وخليجية بالمملكة العربية السعودية الرئيس الصيني وعقب وصوله إلى المملكة قال إنه يتطلع للعمل مع قادة الدول العربية والخليجية للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جديد علاقات تشترك القمم الثلاث في مناقشه سبل تعزيزها في مختلف المجالات فضلا عن بحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي. يعد هذا اول واكبر نشاط دبلوماسي بين الصين والعالم العربي منذ قيام جمهوريه الصين الشعبيه، وسيكون بمثابه علامه بارزه في تاريخ تطور العلاقات بين الصين والدول العربيه. زياره تاريخيه تاتي في ظل تطورات تشهدها الساحه الدوليه بدءا من الانسحاب الامريكي من الشرق الاوسط مرورا بالحرب في اوكرانيا وانتهاءا بالتوترات الصينيه الامريكيه في ظل سعي واشنطن لاحتواء بكين بوصفها العدو الاستراتيجي للولايات المتحده وفقا لاستراتيجيه الامن القومي الامريكي التي اقرت اخيرا البيت الابيض اعتبر زيارة الشيل للسعودية مثالا على محاولات الصين لبسط نفوذها في انحاء العالم، مشددا على انها لن تغير من سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الاوسط. وبينما تتوسع العلاقات العربية الصينية في غمرة سعي المنطقة لتنويع انشطتها الاقتصادية، تبرز مخاوف امريكية من تنامي مشاركة الصين في البنية التحتية الحساسة للدول العربية.